بلادي وسيادتها. الكاتب الأول للحزب الأستاذ إدريس الجقر، أخواتي وإخواني أعضاء المكتب السياسي، وقبلكم شكرا للحضور الكريم، شكرا للذين جاءونا اليوم. احنا بكل صدق في اطار عملنا الدستوري موكول الينا بتأطير المواطنين والانصات اليهم والاستماع لقضاياهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأمام ما يجري في البلاد وأمام العمل الجدي اللي كان في مجلسنا الوطني اللي هو برلمان الحزب والقرارات التي اتخذت فيه. هذه واحد السلسلة ديال اللقاءات إما عبر مؤتمرات إقليمية أو ندوات مفتوحة، همها هو أن نتواصل مع المواطنين، أن ننصت إليهم، أن نعرف قضاياهم، أن نعبر، أن نبلغهم كل قراراتنا وقضايانا من أجل التواصل الجيد. وعلى رأسها في هذه المرحلة هو ما تعرفه بلادنا من لا توازن مؤسساتي، نعتقد أن من مهامنا في هذه المرحلة هو العمل مع كافة القوى في إطار جبهة وطنية من أجل إعادة التوازن المؤسساتي لتقوم كل سلطة بدورها، سلطة تشريعية للبرلمان والسلطة التنفيذية للحكومة والسلطة القضائية باستقلالها وبالاحترام التام لها. التوازن بين هذه السلطات هو الذي حرصت عليه بلادنا لا في دساتيرها المختلفة، وآخرها دستور 2011 الذي نتشبث به وبخلاصاته، ونعتبر أن التطبيق الفعلي له هو من خلال المبادرات التي يجب أن نطرحها جميعا، مش الأغلبية فقط في مواقع التسيير اللي عندها الإمكانيات، بل كذلك المعارضة. إنها متبصرة شكرا أخ حميد نائب برلماني لمدينة تطوان، شكرا الأستاذ الموحي الزميل العزيز والكاتب الشهوي، شكرا للأخ عبد اللطيف.